بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعلى واحد التدخلات أو الشكايات اللي كيطلبوا بها المواطنين بالنسبة للنظافة ديال التجمعات السكنية، ومن بين هذه المشاكل المطروحة هو حي فرحية اللي بجانب واحد الواد اللي هو واد عميق في العمق ديالو، وكيمر فيها النفايات مرارا وتكرارا. حنا نبهنا من هاد القضية، ما يرموش في ذاك الواد، يجمعوا النفايات ديالهم في شي جهة، وحنا يمكن لنا نقدروا نشوفوا جميع الطرق المتاحة لنا بين أيدينا باش نجمع ذيك النفايات ويلقى بها في المطرح اللي راه متواجد في التراب جامعة الاستوت. هاد الواد اللي هو بالعمق ديالو اللي ما يمكن لناش نستخرجوا دابا منه ديك النفايات، ما كاينش حتى من ناحية ديال الجرافة اللي عندنا التراكس ما توصلوش، خصو يخرج باليد العاملة، عملا باليد العاملة اللي خصو يخرج من بعد أول من ذاك العمق، يخرج برا باش لينا ناخذوه في إما في عربة جرار، إما في شاحنة، إما باش نقلوه. نظرا للإمكانية ديال الجماعة بالنسبة لليد العاملة، لا تتوفر على اليد العاملة بحكم القانون الصبغة الطابعة ديال الجماعة اللي هو عالم قرار البحر، مازال ما كاينش الاستخلاص على النظافة، لا تبقى للقوانين الجانبية على العمل. إذا القضية باش يمكن لنا نسعوا في النظافة بطبيعة الحال في التجمعات السكنية، واحد المجموعة ديال التجمعات السكنية كاينة، لابد حنا كنفكروا المجلس فكر مزيان اقتناء ثلاثة ديال الشاحنات اللي غادي نستعملوهم في إصلاح وبناء طرق المسالك اللي عندنا ديال العالم القروي. وقبل هاد الشاحنات المجلس مشى بعيد وفكر، دار واحد الكاسحة نيفلوز، واحد تراكس للشحن، وواحد الكومباكتور مدحلة دكاكة لإصلاح المسالك، لأن مسالك كبيرة اللي هي فك العزلة على المواطنين على الساكنة بصفة عامة. هذه الشاحنات اللي حنايا لقطنا لهم باقي عاد مازال حتى الشفر ما عندناش، رحنا بصدد في المباراة لتوظيف سائقين للمباراة إن شاء الله بحول الله اللي تمت الأحد الماضي في الكتابي، وإن شاء الله بحول الله يوم السبت غادي تجرى الامتحان الشفوي لي باش نوظفوا هاد السائقين لهاد الشاحنات باش نطلقوا في العمل ديال المسالك، وفي نفس الوقت نديروا حمله كل اسبوع، نبقاو نديروا حمله في التجمعات السكنيه لجمع النفايات بالوسائل المتاحه بيدينا، لا من الشاحنات ولا من نيفلوز او تراكس، ونقيوا الاحياء ديالنا ان شاء الله. هذا عمل اشتغل عليه المجلس منذ سنين، لان الغلاف المالي ديال هاد الشاحنات وديال نيفلوز وديال هاد التراكس وهاد المدحله قريب 600 مليون غير ديال هاد الماتريال، ما غادش المجلس يقدر في سنه واحده يقتني كل شيء يجهز راسو، وحنا الحمد لله استطعنا نجهزو البارك ديالنا بهالاليات، وكنا ان لم اقل احسن جماعه الاستوت في اقليم الناظور، اللي هي توفر على واحد البارك للامكانيات كبيره للتدخل للطوارئ للاصلاح لكل ما يمكن التدخل فيه. الحمد لله من نيفلوز من تراكس من مدحله وثلاثه الشاحنات، وشاحنه الرابعه اللي هي ديال اللي راحنا شرينا هذه المده ديال اصلاح الكهرباء. اذا ان شاء الله بحول الله هذا العمل باش غادي نديرو، نظرا حنا بالطبع ديالنا القروي اللي ما عندناش يد عامله، هي الاساس في النظافه هي يد عامله. حنا درنا واحد برنامج عمل اللي خصنا فيه نصي من الاعتمادات اللي وفرناها الغازوال ديال هاد الماتريال هاد الشاحنات والنيفز والشاحن، وخصنا واحد المبلغ كذلك لليد العامله، وخصنا واحد المبلغ لشراء بعض الاليات البسيطه مثلا كراطويات صابات بالات براوت، باش هذا البرنامج العمل هو راه في العمل قصد المصادقة عليه من طرف السيد العامل اللي هو الجهة الوصية، وحنا إن شاء الله كنقولوا في الأيام القليلة أو
راس هسه ان شاء الله غنبداو في حمله نظافه تكون عندنا البرنامج مسابق باش يمكن لنا ندخلوا في اي تجمع سكني من اجل النظافه. واول عمل غادي نقوموا به هو النظافه ديال جميع التجمعات السكنيه اللي عندنا في التراب ديالنا. من غادي نكملوا ان شاء الله ننتهيوا من هذا العمل ديال النظافه، تكون عندنا اليد العامله من الاخرى، تكون عندنا الامكانيات، الشفره موجودين، كل شيء موجود، نكملوا العمليه ديال النظافه ان شاء الله، وغادي نبداو عاود نطرقوا في العمليه ديال اصلاح المسالك والبناء بعض الطرق وفق العزله على المواطن حتى تصبح جماعه تناسب ان شاء الله كل الشرايين وكل المسالك ديالها صالحه للمرور. هذه واحد العمل اللي قام به المجلس مشكور، ومازال كنفكروا ان شاء الله برنامج مخطط اكثر نجاعه من هذه الرحله فيه شراء بعض نقولوا ما عرفتش اللغه العربيه كيفاش تقول ديفاكو، ونخصوا واحد الشاحنه خاصه لرفع هذه الفاكويات. ديك الساعه غادي نكونوا تغلبنا على النظافه بصفه عامه، رغم ان حتى القانون في العالم القروي مازال ما كاينش هذا النظام او هذا القانون اللي هو يسمح لنا باستخلاص النظافه. اذا المواطنين بما انهم ما كيأديوش مبالغ الضريبه او الرسوم ديال النظافه، يعني كيقول لك عالم قروي هذا ما يمكنلوش باش عاود الانسان يصرف بعض الاعتمادات اللي هي في النظافه وانت ما كتستخلص. ولكن حنا نظرا للتجمعات اللي راه كاينه ان شاء الله بحول الله، حنا رانا مخطط محكم ان شاء الله، وغادي نتابعوا في الاسابيع ولا في الاسبوعين ولا ثلاثه ان شاء الله نتابعوا في العمليه نتاع النظافه ان شاء الله بحول الله. ونتمنى نكونوا في المستوى عند الساكنه، وهالنظافه هو عمل انساني لا من الشريعه الاسلاميه ولا من المسؤولين العاتق ديالنا. لا بد ان النظافه كما يلقى في الشريعه الاسلاميه نظافه من الايمان. نرجع الى صحتي اخي الكريم، نرجع معك للمشكل ديال هذا ديال الفرحيه الواد. الواد راه الناس المواطنين هضرنا معاهم مع الاسف ما سمعوا ليناش، راه هما السبب في هذا الواد اللي كان فينا. لا يعقل انه باش يجيب النظافه ديالو من البعد، راه في كيسكن بعد ويجيبها ويرميها في واحد الواد، كيتسبب في الخلق ديال ذاك الواد، كيتسبب في ذيك الكارثه. ولو كان غير كان الواد عريض يصلح باش تدخل فيه التراكس وتهز ذاك الشيء، راه ما كاينش من دوز ليه لا تراكس ولا شيء الا اليد العامله. هذا الشيء خصو يخرج باليد العامله، يخرج اليد العامله غير متوفره لدينا. ولكن ان شاء الله حنا هالعمل خدمنا عليه، حنا سبقناه في المسائل. ولكن اليوم من البحث على المواطن اللي كيشوف شي حويجات جماعه دارتها كيبغي يسبق الاحداث، ما حنا الحمد لله الامور غاديه فيه، ونتمنى ان شاء الله هذا الشيء غادي يكون بخير وغادي يعطي نتيجه ايجابيه. وحنا عازمين كل العزم النظافه نعطيوها الاولويه بصفه عامه في التراب الجماعي ديال الاستوديو. ونتمنى التوفيق لمشاريع اخرى ان شاء الله بحول الله اللي راه جايه في الطريق، كاين مشاريع مهمه ان شاء الله بحول الله. وشكرا.